لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بابل مدير بيطرة بابل الدكتور يحيى مرعي. أهلا بكم دكتور. وبعد أن كشفت وزارة الصحة عن وفاة 5 حالات وإصابة 10 آخرين بمرض الحمى النزفية، إلى أين تتجه الأوضاع وما مدى خطورتها؟ أهلا وسهلا بكم. الحقيقة مرض حمى القرم الكونغو النزفية هو هذا الاسم يعني العلمي حاليا لها. هذا المرض هو مرض من الأمراض الانتقالية اللي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان بواسطة يعني لدغات القراد الموجود أصلا على الأبقار والأغنام. هذا المرض هو يعني مسجل بالعراق منذ سنة 1979، وهو يعني مرض انتقالي مثل ما عرفنا. والحقيقة ممكن السيطرة على المرض يعني بواسطة عدة إجراءات، يعني من ضمنها يعني اتخاذ الوقاية الكاملة، عدم لمس القراد على الحيوان، وعدم يعني نزع القراد من الحيوان إذا كان مصاب، ورش الحظائر الحيوانات الأبقار والأغنام. وزارة الزراعة تعمل جاهدة الآن بعمليات رش الحظائر الحيوانات في عموم العراق، وبدأت حملة يعني كبيرة برش الحظائر بواسطة المبيدات مجانا، والمرض مسيطر عليه. دكتور يحيى أكد عدد من المختصين أن عدم فحص اللحوم هو سبب رئيسي في انتشار هذا المرض، ما مدى صحة ذلك وما مدى اقتران هذه الكارثة الصحية بقضية فساد في استيراد اللحوم؟ الحقيقة اللحوم المعلومة معلومة خاطئة، اللحوم ليس لها علاقة بالمرض، لا يعني لا استيراد اللحوم ولا كذلك استيراد الحيوانات. هذه المعلومة معلومة غير صحيحة. القراد هو أصلا موجود في العراق وموجود في جميع الدول، وظهرت عدة حالات في إيران وفي السعودية وفي تركيا وفي الدول المجاورة. ليس للحوم يعني علاقة بنقل المرض، المرض ينتقل فقط عن طريق القراد المصاب، لأن القراد هو يكون حامل إلى الفيروس وينتقل إلى الحيوان ومن ثم إلى الإنسان، أو ينتقل بصورة مباشرة بواسطة لدغ القراد إلى الإنسان. نشكرك على كل هذه التوضيحات دكتور يحيى مرعي مدير بيطرة بابل، كنت معنا عبر الهاتف من بابل.